FM. الكلمة ليك نتاع اسناد الرخص راهي وزارة النقل قاعدة تعمل في دراسة. تو هو يقول احنا ناقصين رخص وانا نقول يلزم الرخص. نحكي لك كمثال الحكم هي دراسة علمية. يولي خلينا نسمع نحكي لك كواقع. انت تقول هكا وانا اقول هكا ثم دراسة. هو تو ديرنيرمون انا ما كلمتش حتى ما قصيت انا. تفضل يا خويا. هو بحثك تو كان تكلم فيك مدام عفيفة تو قالت لك راهو سويفون جلسة وقعت وحاضر معنا فيها سي جوادي الجلسة هذه نتاع النهوض بقطاع النقل في ولاية نابل. قالت لك رانا نعملوا في استمارة هكا ولا نعملوا في استمارة. اش معناتها استمارة؟ معناتها ثم لجنة قاعدة تخدم تويكا وتشوف يندرى ناقصين احنا رخص ولا لا. كان قالت ناقصين تو تزيد وحدة وحدة ونقعدوا الأطراف الكل. ما هوش نقعدوا مع بعضنا كيما قاعد تحكي انت تو راهو غلط كلام تقول فيه. نقعدوا زوز منظمات مع بعضها مش غلط 100% ونقولوا لك حتى اللي قال هو اللي غلط فيك. هذه لازم يجي مكتوبة. هو المكتوب كيما هذا هو ذا يجيها من وزير النقل الى الساده ولايه الجمهوريه. ماهوش باش يجي نابل برك زاد نهار تفتح الباب وزاره النقل مش تفتحه على كامل تراب الجمهوريه وتقول تكوين لجنه لدراسه حاجيات الولايه احنا او سبقت ولايتنا. قالت خلينا نبدا نحضر من تو في الملف باش نهار اللي يجي مكتوب كيما هذا نلقاو روحنا حاضرين. كاب اف ام الكلمه ليك.